تحققاً من روح الشباب الفاعل في المجتمع، انطلقت مبادرة شبابية أطلق عليها عشان عماد. فيتساءل أحدهم: من هو عماد؟ عماد معتصم كفينا، أحد سكان قرية الساوية جنوب نابلس، يبلغ من العمر 7 سنوات ويعاني من مرض نادر يسمى فرط الطاقة، والذي عجز الأطباء عن تشخيص حالته، حيث يتناول أدوية أعصاب أثرها الجانبية فاقمت من حالته الصحية سوءا. نظرا للظرف الوضع اللي الإنسان اللي بمر فيه ابنه، الحالة اللي بمر فيها، يعني الناس نظرت إليه وعمالها بتبذل كل جهدها، شو الشخص بيطلع بإيده بيقدمني وبيساعدني، حتى لو تلفون بيرفعني بيساندني في تلفون، هاي أكبر نعمة. وبشكر كل الناس اللي ساندوني، بشكر كل الناس اللي اتصلوا علي، بشكر كل الناس اللي زارتني واللي قدمت لي وساعدتني وتعهدت لي في ابني، في مساعدة ابني في العلاج، في أي شيء يعني من الناحية الإنسانية، خصوصا لابني، مش لأشي تاني يعني. مرض عماد كان بيعاني من هم صغره، كان يصير عنده نوبة زراك جسمه، وكان يتشنج، كان حبات عينيه يفتن في راسه هون وبيضين عينيه يصير بيض، كان التنفس يوقف عنده يصير خفيف جدا، ودقات القلب كنت أحط إيدي على قلبه يعني أشعر فيها بطيئة جدا. ولتعزيز دور الشباب الفلسطيني للنهوض بالمجتمع ومساعدة كل محتاج، جاءت المبادرة بعنوان عشان عماد لمساعدته وعائلته لإعادة تأهيل منزلهم ليتمكنوا من العيش بحياة كريمة ومنزل آمن تحت إطار العمل التطوعي. احنا كمجلس تشريعي شباب نتحمل قضايا المجتمع الفلسطيني بمختلف فئاتها، سواء كانت أطفال أو عائلات منكوبة أو أشخاص غير عندهم أمراض أو غير قادرين على العمل. بالتالي كنا الفكرة أنه نعمل شيء كاستثمار يعني يدوم طويلاً لهاي العائلة، مش أنه بس نجيب لهم مصاري أو نتبرع لهم بزيارة لدكتور أو لغيره. قررنا أنه نساعد في ترميم البيت حتى يصير منزل صالح للعيش الكريم. هذا الإشي يعني في مشاعر فينا تحركت إحنا كأبناء شعب فلسطيني، كشباب فلسطيني، أنه من واجبنا إحنا نقدم إشي لهاي العائلة، فانطلقنا بهاي المبادرة كوننا نواب في المجلس التشريعي الشبابي. حبينا نكون جزء من هاي المبادرة، وبحكم يعني قرب المسافة وهيك، وإن شاء الله يعني نكون أدينا واجبنا، وإن شاء الله يا رب يعني نكون قدمنا ولو إشي بسيط لهاي العائلة. وعبر المشاركون في المبادرة الشبابية عن أهمية العمل التطوعي القادر على حل الكثير من المشكلات الرئيسية التي يواجهها المجتمع، خصوصا القضايا الإنسانية، ولما له الأثر في رسم البسمة على وجوه اعتاد اليأس على أن يسكنها. قسمنا العمل على شكل أفراد، عمل فردي، تواصلنا مع الجمعيات لمدة أسبوع كامل، حصلنا من خلالها على مواد تموينية والأغراض المذكورة واللي ذكرتها سابقا، وكان الوضع سهل جدا، واحنا يعني كشباب بنحس انه بقى على عاتقنا جزء من المسؤوليه تجاه المجتمع الفلسطيني. صارت المبادره او تمت المبادره بالتعاون مع ريتش والجمعيه اصدقاء جامعه النجاح ومنتدى شارك الشبابي باطار نهجنا في مسؤوليتنا الاجتماعيه، لحتى نساعد لهم نقدم لهم ايش ما بنقدر من مساعده ومعونه لوجستيه. ولعل المجموعات الشبابيه التطوعيه والرياديه شكلت عنصرا مهما في دعم مبادره عشان عماد، فكان المجلس التشريعي الشبابي المنبثق عن منتدى شارك الشبابي حاضرا بالفكرة والعمل لرسم الأمل على وجه عماد. هاي المبادرة بتم تنفيذها من قبل منتدى شارك الشبابي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للسكان الممول من الحكومة اليابانية، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات مثل جمعية أصدقاء جامعة النجاح، بالإضافة إلى جمعية التضامن الخيرية. طبعا هذه المبادرة أتت تلبية لطلب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو جسم شبابي منبثق عن منتدى شارك الشباب. الوضع البيت كان يعني بفشي عندي مية كثير، خصوصا غرفة النوم اللي بعيش فيها أنا وزوجتي وولادي. الحمد لله أهل الخير عملوا لي شبابيك جابوني، وهي في ناس انتخذت لي في الدهان، وهي شباب المجلس التشريعي الجامعي الله يسعدهم، ومش عارف كيف بدي أتزيهم. أنا فوق 30 شخص عندي، ذهم كلهم بيشتغلوا، اللي بدهن واللي بصب واللي بيعمل هيك وبيعمل هيك، قالوا لي إحنا راح نصلح لك البيت اللي بيطلع بدينا، والحمد لله رب العالمين أهل الخير كتار يعني ما بيكسروش. من هذا الألم الذي يسكن عماد أطلق والده صيحة لكافة الجهات المختصة بتقديم العلاج المناسب والسريع لإنقاذ ما تبقى من جسد ابنه، لأن الشباب هم عماد الأمة وأساس نهضتها،
ولأن الطفل عماد سيكبر يوما ويصبح كهؤلاء الشباب الذين قاموا بترميم منزله ليتابع مسيرة حياته العلاجية في بيت آمن وصحي. من قرية الساوية جنوب نابلس، لتلفزيون الفجر الجديد، تسنيم قشوع.